السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعمل سوفت وير فلاش كامل لجهاز MXQ4K، جهاز اندرويد بخطوات سهلة وسريعة. يا ريت بالبداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا راح اترك لكم رابط تحميل البرنامج اللي راح اشتغل عليه زائد الفلاشة لآخر تحديث، راح أترك لكم إياها بالوصف عشان تقدر تستعملها زي ما أنا راح أشتغل بالضبط. بالبداية راح أترك لك الملف تحميل جوجل درايف، راح تفك ضغط الملف بالطريقة هاي، راح تضغط هون راح ينفك معك الملف بالشكل هذا. مجرد ما تفتح الملف هاي الفلاشة موجودة هون، وعندك هون البرنامج هذا لازم تثبته. طبعا انا مثبته بس بدي ارجع اثبته كمان مرة. تثبيته بالطريقة هاي، تطلع عندك هاي الشاشة، بتكبس هون كمان مرة هون، بعدين بتختار الخيار الاول وبتعمل التالي، وبرضه بتعمل التالي التالي، وهيك بيكون تسطب. بتخلي الصح على هاي وبتضغط هون سير، راح يفتح معك اللي هي خانة تحميل تعريف الجهاز. نضغط على انستول درايف ونتركها لغاية ما تخلص، زي هيك اعطتنا اوكي، نضغط على اوكي وبنطلع منها. هيك احنا عملنا الخطوة الاولى، نزلنا البرنامج اللي هو هيو ونزلنا التعريف تبعه. نفتح البرنامج، مجرد ما فتحت البرنامج راح يفتح معك بالشكل هذا. هلا انت بحاجة كيبل يكون من الجهتين USB، الجهتين USB ذكر، تمام. بنوصل الجهاز بالكهرباء وبنشبك سلك في الكمبيوتر، والسلك التالي ما نشبكه في مدخل اليو اس بي. قبل ما اشبكه اول شيء لازم من عند مدخل الاي في ادخل من هون قطعة اي شيء، يعني خشب، اي يعني بلاستيك زي هيك. في لو حسيت شوي هيك راح تلاقي في انه كبسة لجوا، لازم تضغطها مباشرة. بس تضغط معك الكبسة تشبك كيبل اليو اس بي. مجرد ما شبكت الكيبل برفع هاي وبخلي الجهاز مشبوك. خليني اتأكد بس انه بين بالصورة، تمام. اعطت عندي هنا علامة خضراء، هيك يعني الجهاز شبك على البرنامج والتعريف 100%، اموري هيك تمام 100%. هلا بدي اشغل الفلاش. باجي بختار من هون وبروح على ملف اللي فيه الفلاشة وبختار الفلاش، بتركه يحمل. راح يحمل هنا وراح يحمل السطر الثاني ويعطيك انه تم. زي ما انتم شايفين عمل لود وخلص. هلا الخطوة الأخيرة اللي بدي أعملها، راح أضغط على هذا الزر. زي ما انتم شايفين البرنامج مش إنجليزي، بس بدك تمشي مع الخطوات 100%. تضغط على هذا الخيار، زي ما انتم شايفين بلش الجهاز هون يعد اصفر وبرمش وبرجع بعد. هون هاي 3%، هون بلش ياخذ السوفت وير تبع الجهاز. راح نتركه لغايه ما يكتمل، طبعا راح ياخذ معك شويه وقت بدون ما تفصله، بدون ما انه لازم يكمله للنهايه، وراح يعطينا انه خلص بالنهايه ونعرف انه خلص. يا ريت لما كنت لسه مشترك بالقناه تشترك، تضغط زر اللايك، تعطينا تعليق حلو زيك عشان نضل نستمر وننزل فيديوهات اذا حبيتوها. اول مره بنزل فيديو لسوفت وير ريسيفر او جهاز اندرويد. اذا حبيتوا هاي الفيديوهات ممكن اني اضل انزل منها. انا بالعادي بنزل للموبايل سوفت وير الموبايل، اشياء زي هيك. اذا حبيتوا هاي الفيديوهات ممكن انزلكم يعني فيديوهات زي هيك. طريقة سهلة، زي ما انتم شايفين صار 59% 60%، نتركه لغاية ما يكتمل كامل. ما راح افصل الفيديو، راح اخليه ياخذ كامل عشان تشوف الاجراءات كاملة وكم بياخذ وقت معك. لانه اذا كان جهازك ضعيف ممكن ياخذ معك وقت اكثر. انا الجهاز عندي يعني مواصفاته كويسة ورماته 32 جيجا، فراح تكون طريقة سوفت وير اسرع شوي.
فلو اخذ معك وقت اكثر ما في مشكله. صار 75%، صار 80، هيك صار 90%. ولساتك ما ضغطت لايك لهلا. لايكاتك لايكاتك عم 95%، 96%، 97. زي ما شفتوا يعني اخذ تقريبا برينج الاربع دقائق، وهي رد اعطى الفلاش الثانيه. طبعا على عده مراحل بنزل الفلاشه، كل وحده بدها تعد ل 100% عشان ما تفكر انه بعيد او انه في اشي غلط. هو مقسمها على عده مراحل. لا تنسى اللايك والاشتراك، شجعنا ننزل فيديوهات ونستمر. كل ما ينزل تحديث جديد راح انزل لكم اياه، وحترك لكم برضه رابط تحميل للملف، راح يكون جوجل درايف ويكون مجرب 100% اللي شغالين عليه، عشان ما تتغلب بانك تبحث على اي شيء. زي ما انتم شايفين هيك صار اعطى اخضر، هيك خلص الفلاشه كامله ونزل على الجهاز، صار الجهاز جاهز مباشره. بنفصل كيبل اليو اس بي عن الكمبيوتر، بنفصل الجهاز من الباور، وبنشبك الجهاز على الشاشه، بنستناه لغايه ما يفتح، وبكون هيك خلصنا الفلاشه تاعت الجهاز. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نراكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.